السلام عليكم مشاهدينا الكرام واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج نقاط نناقش في المحور الاول لهذه الحلقه واقع الفنانين والمبدعين اليمنيين كيف يصيرون عرضه لقسوه الظروف بعلم الحكومه أما في المحور الثاني نكون مع معاناة أطفال اليمن الذين يراوحون في جب الحرب منذ سبع سنوات على مرأى المجتمع الدولي الذي لا يبدو جادا في الاهتمام بمعاناتهم وفي المحور الثالث هذا المحور نذهب الى محافظه اب لواء اليمن الاخضر لنستعرض جانبا من معاناه اهلها في ظل حكم ميليشيا الحوثي السلاليه يلعب الفن والفنانون دورا مهما في تقديم اليمن بالصوره التي تليق في المحافل الدوليه وقبل ذلك يقومون بادوار عظيمه في تجسيد رسائل الوعي في مختلف المجالات الفن سواء في المسرح او الدراما او الغناء او الرسم وتشك... والتشكيل كان ولا يزال احد اهم القنوات التعريفيه باليمن انسانا وحضاره بل ومعاناه بكل اشكالها وصورها لكن للاسف وهو او كما هو ملحوظ في زمن الحرب تتكرر قصص معاناه نجوم الابداع الفني بعد ان قست عليهم الظروف وتخلت عنهم الدوله في وقت احوج ما يكون للوفاء منها ولو في ابسط الصور نعم يحدث أن يحصل أحدهم على منحة أو مساعدة من جهة معينة لكن للأسف يتم ذلك بناء على معايير مزدوجة تحضر فيها المخسوبية أو الضغط الإعلامي حول معاناة الفنانين والمبدعين على مرأة الحكومة سيكون نقاشنا ولكن بعد أن نتابع سويا المشاهدين هذا الاستطلاع أنا أرى أن الجانب الاقتصادي والسياسي يلعب دور كبير في هذا الجانب ظروف الفنانين وظروف اللي في صعوبة في مشاكل تحصلوا عليها نتيجة ما بعد الوحدة ما بعد الوحدة الأمور تغيرت بكثير والفنانين اهملوا اهمال إلى درجة أن بعضهم حتى أصيب أمراض ولم يسعفوا الخارج أو يتعالجوا أو يهتموهم يعالجوهم كانوا طريح فراش على حين ماتوا الفنانين اللي راحوا في معاناة مع أمراضهم ولم تهتم بهم السلطة المحلية لأنهم فنانين فنان الوطن وليس فنان أشخاص والآن الحكومة هي حكومة أشخاص إذا تقلنا الفنان لهم على شخصيته بفرع بحلا لأفضل دول العالم يعالج يعني. أما الفنان حقنا الآن له هو, هو فنان الوطن بحق الوطن وليس فنان بشخص الحكومة هي حكومة أشخاص الدولة لم تهتم بهم بحيث ان الواحه المبدعين الفنانين حد طريح على الفراش حد مريض ناشد الدوله ان تهتم بهم في كل انحاء محافظات اليمن الجمهوريه اليمنيه ويقدموا لهم الدعم في شيء يتوجب على الدوله ان تتمنى هذو هذول الاشخاص المبدعين اه والنظر في حالهم وايضا معالجه قضاياهم واذا كانوا يحتاجون الى العلاج الاهتمام بصحتهم والاهتمام بوضعهم المادي والاقتصادي فهم من رفعوا البلاد وهم من علوا بهامتها فلا يصح ان ان عنهم في هذه الظروف وايضا ان يضعوا في عين الاعتبار المجهود الذي قدموه من اجل هذه البلاد والا يتناسوا وجودهم نلاحظ في هذه الايام ان الاشخاص المبدعين والاشخاص الكبار من من الشعراء والفنانين الذي كان قديما لهم صيتهم ولهم شهرتهم. لكن اين هم حاليا؟ اين هم؟ سؤال يطرح نفسه على الدوله او على الحكومه نفسها ان تقوم باعاده ذلك الصيت والشهره هذه الايام اما باقامه التماثيل لهم او بدعمهم، اقامه برامج لهم او لتاهيلهم في او تمكينهم ماديا في مثلا اقامه كل شخص منهم قامت نوادي، مراكز. إذا مشاهدينا بعد أن تابعنا هذا الإستطلاع نذهب للترحيب بضيفنا سينضم إلينا من تعز الفنان التشكيلي أياد وليد دلا أرحب بضيفي. سيد أياد، بداية مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بك، إذا نتحدث اليوم عن معاناة الفنانين اليمنيين ونتساءل هنا ما صور المعاناة التي يعيشها المبدعون اليمنيون؟ في ظل الحرب وتوقف الرواتب؟ أولاً قبل أن أتحدث عن المعاناة، أود أن أشكر كل المبدعين في البلاد بأكملها أن خلقوا شيئاً، خلقوا أشياء من عدم. أن خلقوا إبداع في ظل كل المعاناة لا نقول البسيطة. بل المعاناة المركبة من غياب دولة وغياب أيضا مؤسسات وغياب الحالة المادية أو المعيشية بشكل أكبر وأيضا في غياب برضو المواد التي تؤدي إلى إنتاج الإبداع أود أن أشكرهم لأنهم خلقوا أشياء تخلق أو أوجدوها من عدم خلقوا في في زمن أجدب وخصوصا في ظل الحرب الذي أفقد كل مظاهر الحياة حاولوا أن يخلقوا بعضا من مظاهر الحياة رغم نقول أن ليس هناك مظاهر الحياة في ظل هذه الحرب والأوضاع نعم لكن سيد أياد بخصوص المعاناة يعني تفضل بالحديث أه طبعا في المعاناه حدث ولا حرق. آه لو 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 حاولنا الاستماع الى معاناه الفنانين. لا. سواء كانوا كتاب، شعراء، قصصيين، آه نحاتين وما الى ذلك. نعم. لا. لان قد لوجدنا معاناه لا تنتهي. في ظل غياب الدوله، غياب المؤسسات، صعوبه المعيشه، غياب كافه مظاهر الحياه. آه حتى انه الدوله ربما تكون نقول انها غابت نهائيا. طيب هنا فيما يتعلق بالدوله سيد اياد، يعني هناك الكثير الكثير والكثير من الفنانين والمبدعين منهم يعني من غاب على الانظار لفتره محدده وحينما يعني ظهرت قصته في النهايه وجدنا انه على فراش المرض ومنهم من مات ومنهم يعني من ما زال يعاني حتى اللحظه، نتساءل هنا عن دور الدوله والجهات الرسميه، هذا الغياب وهذا التقصير بماذا يفسر؟ هل هو اهمال ام عجز؟ اعتقد انه الدوله لا يوجد فيها اهمال انما لا يوجد عفوا فيها عجز انما اهمال، الكثير من الفنانين قدموا لهذا الوطن بشكل غني وثري من نعم. الفن منهم ايوب طارش عوض احمد او احمد عوض الفنان عائده الشرقبي كثير عانوا من المرض قدموا لهذا الوطن الكثير والكثير في مقابل الدوله لم تقدم لهم شيء نعم الان المبدعين الذي سيسيرون على نفس هذا المشوار نعم يعلمون اين سيؤول مصيرهم سيكفون عن الابداع اين الدوله طبعا سيد اياد يعني حتى لو اتينا للحديث عن ظرف الحرب يعني هناك ايضا ما قبل الحرب لو نعود لننظر الى حاله الفنان الراحل فيصل علوي وايضا الفنان الراحل محمد مرشد ناجي، هؤلاء صارعوا الحياه والمرض حتى توفوا دون ان يسال عليهم احد، والتقصير او الاهمال واضح سواء بالحرب او بدونها. يا أستاذ أنا اريد منك تعريف لمعنى الوطن هو يعني الموضوع هنا يعني الوطن هو يعني ما يحتويك ويقدم لك كل الرعايه والاهتمام وهذا شيء معروف ولكن اذا اتينا هنا بالحديث عن الاهمال القائم حول الفنانين يعني هناك من يرى بان الامر ليس باهمال بينما يعني يقول لك البعض في هذا الظرف ووضع الدوله اذا كانت دوله تعجز عن صرف المرتبات للمواطنين بشكل عام فكيف بها ان تهتم بفنان عانى من وعكه صحيه او اصيب بمرض خطير. هذا بالنسبه للاوضاع اللي نعيشها الان في ظل الحرب، ممكن يكون هناك هذا التساؤل لكن قبل الحرب كما تحدثت أنت الآن قبل قليل عن محمد مرشد ناجي وفيصل علوي ماتوا في ظل إهمال أو عانوا من المرض في ظل إهمال الدولة. نعم. نستطيع الآن هنا أن نحكم عليها أنه ليس ليس عجز إنما إهمال متعمد. نعم. الفنانين هنا قدموا الكثير بينما لم لم يأخذوا بالمقابل أبسط حقوقهم. طيب يعني ايضا لماذا يعاني المبدعون او المبدعين والفنانين رغم يعني كل ما قدموه من رسائل اساسا خدمت الوطن وعززت الوطنيه لدى الناس بشكل كبير. يعانوا حاليا الان في ظل الحرب من الاوضاع المعيشيه المتدنيه والصعبه، تلاحظ ان الفنانين منهم من من يرسم او من يكتب قصيده او من يكتب روايه او قصه قصيره او من يغني وهو يبحث عن الرغيف وقنينه الغاز وايجار المنزل نعم معاناه اتصور انه المبدع اليمني هنا يخلق في ظل ازمه قد باء من البيئه اللي ممكن يعيش فيها الانسان بشكل عادي ينقصنا ابسط متطلبات الحياه من ماء من كهرباء من متطلبات ابسط ابسط او نقدر نقول ابسط متطلبات الحياه نستطيع الحصول عليها بسهوله حتى انه الفنان سواء في جميع المجالات يكتب ابداعه او ينحت ابداعه من الصخر بسبب صعوبه الظروف اللي احنا نمر فيها نعم طيب سيد اياد يعني البعض ايضا يرى هذا الاهمال هو فيما يتعلق بالفنانين والمبدعين يعني وكان الدولة تقف ايضا حريصة في 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 مسألة عدم مساعدتهم يعني هناك قصص كثيرة لفنانين ومبدعين ويعني من كافة الفئات يثيرها الاعلام بشكل واضح وتكون على مراى ومسمع الجميع، لكن تجد ان الدوله تصم اذنها تماما عن هذه القصص او تقديم المساعده لهؤلاء الناس، وكان الامر متعمد في اهمالهم. يعني مع وضوح القضيه الاعلام هنا ومواقع التواصل الاجتماعي تثير الكثير من القضايا وتصل الى اكبر مسؤول واصغر مسؤول في الدوله، بينما وكانهم ليسوا موجودين. فعلا فعلا ذكرت أهم نقطة أذن صماء الكثير من الفنانين زي ما قلت حضرتك تفضلت أنه كأن الدولة تقف ضد إبداعهم نعم ومع ذلك إصرار الفنانين بالظهور والحضور بإبداعهم ينبع ليست من نقول يحتاجون إلى تقدير لا ينبع أنه ذاتهم فعلا عندما يظهرون فنهم بغناء أو قصيدة أو شعر أو لوحة هم بحاجة إلى أن يكونوا إنسانيين بفنهم أن يظهروا لهذا العالم أنه فعلا برضو نحن متميزين أنه وفعلا هذه أهم نقطة ممكن أنه يكون المبدعين ينحتون من حجر في ظل هذه الظروف الصعبة أنك تقدم فن في ظل حرب ونقص متطلبات معيشة وظروف صعبة ولا مؤسسات ولا ظهور للدولة وانك تقدم فن تعتبر انك اكبر المقاومين على وجه هذا العالم نعم لكن سيد اياد ايضا هنا لو توقفنا عند اما بالنسبة تفضل تفضل لغياب دور الدولة لغياب دور الدولة تفضل تفضل اما بالنسبة لغياب دور الدولة فهذا يرجع لا ادري لماذا لكن انه في ظلم في ظلم انه المبدعين هذا كامل قادرين ينهضوا بالدوله لاعلى مستويات الابداع والفن. نعم. وليش مهضومين؟ تساؤلات كثيره ليس لها اجابه. نعم. طيب هنا لو توقفنا عند نقطه على مستوى تعز هناك الفنان التشكيلي هاشم علي ويعني كانت في السابق اثيرت الكثير رحمة الله, رحمة الله عليه الكثير من يعني المطالبات بتعويض أسرته ولكن نجد إلى اليوم ما زالت شكاوى أسرته قائمة حتى اللحظة أولا رحمة الله على الفنان هاشم علي في الفنان الأكبر والأعظم قبل فتره مجموعه من الفنانين سووا مبادره لشراء بيت للفنان القدير رحمه الله عليه. اقاموا معرض وجمعوا مبيعات اللوحات لشراء هذا البيت. لا. تشعر انه المواطنين فيما بينهم البين متساعدين في غياب كامل لدور الدوله. نعم. يعني هاشم علي ظل يظهر فنه. رغم انه لا راتب لا مسكن لا حتى انه قال كان في مسكن ايجار نعم يعني فنان ك و... علي رحمه الله و... عليه بعد كل ما قدمه للبلد توفي هذا الرجل وهو لا يملك مسكن لاطفاله يعني هنا تتجسد حجم المعاناه التي يعانيها المبدع نعم. والفنان في اليمن فعلا لا يوجد مسكن لاطفاله، لولا لو مبادره الفنانين في ببيع لوحاتهم في شراء منزل لهاشم علي. نعم. غياب الدوره أو غياب دور الدوله كان غياب تام وكامل. نعم. طيب سيد اياد فيما يتعلق ايضا ببعض ما يقدم هناك يعني بين فتره واخرى او من حين لاخر يتم الحديث أو تعلن بعض الجهات سواء كانت الجهات الحكومية تحديدا سواء في الإعلام أو الرياضة أو مكتب رئاسة الجمهورية عن تقديم منح علاجية يعني ألا يعني ذلك أنها تهتم البعض لديه تحفظات كثيرة حول هذه المنح يقول بأنها تقدم وكأنها مكرمة شخصية من المسؤول هذا أو ذاك يعني لم يعني لا تأتي بإسم أن الدولة قدمت هذا الشيء من أجل دعم هذا الفنان ومساعدته كما تحت تظهر كأنها تكرمة أما من ناحية عندما قلت أنها دعم للفنان ليس دعم للفنان بل حق من حقوقه على الدولة نعم. أن توفر له جميع وسائل الحياة ليظهر فنه يرتقي مستوى الوطن إلى أعلى عليين نعم يوجد هنا من الفنانين والمبدعين الى ما لا نهايه يوجد, فيه يوجد فيهم الكاتب والروائي والفنان والمنشد والمغني والمسرحي يوجد في ما لا نهايه وهذه المعاناه التي نحن الان عايشين فيها اظهرت مبدعين اكثر، الابداع يولد من رحب المعاناه، لكن هنا المعاناه ليست بسيطه بل معاناه مركبه في ظل غياب الدوله وغياب المؤسسات وغياب ابسط وسائل الحياه والمعيشه نعم، اذا هو سيد اياد كما تحدثت هو حق وليست مكرمه، عندما ياتي المسؤول الفلاني في تلك الوزاره او تلك ليقدم هذه المساعده ياتي اساسا وهذا الفنان او المبدع وقد فقد ثلثي صحته وقد يعني اصبح طريح الفراش وتاتي هذا المبلغ او هذه المنحه تقدم له في نهايه المطاف منهم من يعني يتعالج ومنهم من اساسا يعني تاتي عمليه نقله للعلاج وربما ايام واشهر واعلن عن وفاه هذا الفنان او ذاك ف ما يحدث هو وكأن هذه الأموال السؤالنا. تقدم كمكرمة وليست السؤالنا. كحق إنه حتى أنه بعض المنح لا يتم إعطائها للفنان الذي أصابه شيء ما إلا بضغط بوسائل الإعلام أما نعم. إذا كان ليس هناك ضغط بوسائل الإعلام على الجهة المسؤولة أو المانحة الداعمة للفنان قد ربما تتجاهل الامر كليا. ويعني هذه الحملات التي تحصل على مواقع التواصل عندما تاتي الاستجابه من الدوله او هذا المسؤول او ذاك تاتي وقد تأتي فقد متأخذراً. المريض كل صحته واصبح على يعني مشارف الموت. نعم ولولا ان الفن حاجه للانسان وليست حاجه للوطن او للدوله. حاجه الانسان ان يعبر عن ذاته وكينونته وكينو وكينون وكينونة في فنه آه وكان ارتبط بالدوله لما ظهر الفن ابدا. نعم. اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر السيد اياد وليد دلة فنان تشكيلي من ابناء محافظه تعز كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا ننتقل الان لنقاش محورنا الثاني. سبع سنوات من عمر الحرب انقضت وأطفال اليمن يعيشون المعاناة على مرأى المجتمع الدولي حوالي خمسة ملايين طفل يمني تضرروا من الحرب وتداعياتها وأكثر من عشرين ألف منهم قضوا في ظروف الحرب برصاص القناصة وشظايا القنابل والصواريخ فضلا عن الألغام التي تنهش أجسادهم سبع سنوات وأطفال اليمن كغيرهم في سوريا والعراق وفلسطين يعانون لكن يبدو أن للمجتمع الدولي معايير خاصة بناء عليها أو يبني عليها ويحدد استحقاقات الاهتمام والتضامن والحماية. عن واقع معاناه اطفال اليمن في زمن الحرب سيكون محورنا ولكن قبل ان نبدا النقاش نتابع سويا هذا التقرير. حرب الكبار يدفع ثمنها الصغار ايضا هنا في محافظه مأرب يتعرض الاطفال لعنف وانتهاكات تحولهم الى ارقام في قائمه الضحايا حيث يدفعون كلفه باهظه في ظل صمت المنظمات الدوليه المعنيه بشؤون هذه الشريحه. الاطفال ليسوا ضحايا حرب فحسب بالنسبه للحوثيين، الاطفال أه هدفا لهذه الحرب. الاطفال جندهم الحوثي، الاطفال قصفهم الحوثي، الاطفال استغل ظروفهم المعيشيه الحوثي. وبالتالي الأطفال هنا رغم أنهم في, 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 في الصراعات يعني على مر التاريخ الطفولة يعني تكون في منأى وخصوصا وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ولكنه أقحمهم في هذه الحرب قتلهم متعمد اكثر من احد عشر مليون طفل يمني يعيشون وضعا ماساويا ومعقدا بينهم قتلى وجرحى منذ بدايه الحرب اضافه الى تسرب ما يزيد عن مليوني طفل خارج المدارس واضعاف ذلك العدد مصابون بسوء التغذيه الحاد طبقا لاحصائيه منظمه الامم المتحده للطفوله يونسف فيما يتصدر اطفال اليمن مشهد الحرب وتداعياتها الانسانيه بالغه التاثير حسب التقارير الدولية والمحلية عن أطفال عن الأطفال فهم الأكثر تضررا من حيث التعليم فهناك نسبة كبيرة جدا من الطلاب من الأطفال لم يذهبوا إلى مدارسهم ولم يعودوا إلى مدارسهم وحتى من يذهبون إلى مدارسهم لا تتوفر لهم الـ 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 البيئة التعليمية الـ الـ الصحيحة تستمر الحرب ومعها يستمر النزيف الانساني في جوانب حياتيه مختلفه وسط غياب الهيئات والوكالات الدوليه ومواقفها الحازمه لايقاف تعاظم الخسارات وما يتعرض له المدنيون خصوصا الاطفال في اغلب مناطق اليمن التي لا تزال تشهد حروبا متعدده ومتصاعده حيث لا توجد ملامح لنهايتها او جديه لمعالجه اثارها مستقبلا. قتلى وجرحى ومشردون في مشهد قاتم لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي يعيش تفاصيلها أطفال اليمن بعيدا عن أعين واهتمامات المجتمع الدولي وهيئاته المتزايدة أمام إسرار ميليشيا الحوثي في العبث بمستقبل الأجيال خليل الطويل لبرنامج نقاط قناة بلقيس مأرب إذا مشاهدينا نذهب الآن لترحيب بضيفتنا ستنضم إلينا الطفلة الرابعة النضاري نازحة طفلة نازحة يمنية أرحب بضيفتي الرابعة كيف حالك؟ الحمد لله رابعة كلمينا عن نفسك أنت من فين وكيف نزحتي وين عايشة الآن؟ أنا من إب من, أب. من بعدان من بعدان ونزحت من إب عندما دخلوا الحوثة نعم. سرتوا إلى الجوف و... وأيضا الحوثة جاءوا إلى الجوف ونزحتوا إلى مارب وحاليا بمارب طيب يعني أنت من أطفال الحرب وأطفال الحرب ال... يعني الأطفال اللي تضرروا بسبب الحرب يعانوا معاناة كبيرة كلمينا عن معاناتكم أنتم الأطفال في في أبدأ اشكر قناه بلقيس على استضافتهم لي, لي أه لاحدث عن الاطفال حيا بك يا رابعه أه الاطفال الاطفال هم أه يعني اخذوا الحوثة مدارسهم ودمروا مستقبلهم ودعوهم أعباد لسيدهم الفارسين ما. ولم يدعوهم يكملوا دراستهم أو يعينوا يبقوا أعلام، شعراء شعراء علماء، ما. يعني الذي بمستقبلهم ما دعوهم يبق يخلوهم يعني يبقوا شعراء علماء دكاترة أساتذة كل شيء ما خلوهم الحوثة. طيب رابعة أنت كنت تعيشي في أب قبل قبل النزوح. كيف كانت حياتك قبل ما تنزحي؟ يعني كنت يعني عايشه باستقرار وتدرسي بشكل طبيعي وكل شيء، وهل تغير عليك الحال بعد ما نزحتي؟ ما تغير علي شيء، لكن عندما نزحت يعني ما كنت ادري بشيء يعني عندي كان اب افضل منطقه، كانت اب خضراء كانت تعرفي جوها كانت تعرفي كنت تعرفي كل من فيها كنت تروحي المدرسة وكل شيء كان تمام صح؟ أيوة طيب الآن بمارب يعني بعد ما انتقلتي إلى وبعدها لمارب أولا بالجوف فين عشتي بالضبط؟ عشت بالمعهد بداخل المعهد كنت عايشة بالجوف؟ المع أيوة كنت عائشة عائشة بالجوف آه كانت الدنيا بعد ما نزحت من إب رجعت الدنيا حالية ورجعنا درسنا وزلقنا الدراسة في الجوف طيب في الجوف أنت كنتوا عايشين يعني مستأجرين بيت عايشين فيها ولا بمخيم ولا بمدرسة ولا كيف إحنا كنا بعنا بيت ملك ملك يعني طيب يا رابعة الآن أنتِ في مأرب، كيف الوضع في مأرب الآن؟ يعني مثلا عايشين أنتم في بيت ولا في مخيم وكيف الدراسة؟ وكيف أوضاعكم بشكل عام؟ الدراسة حالية، بيت مستأجرين، يعني والدراسة حالية والأوضاع حالية كل شيء تمام كل شيء تمام حالياً طيب يعني لو سألناكِ عن يعني أفضل اللحظات أو أسعد اللحظات التي تعيشوها أنتم الأطفال الذين يعني تسببت الحرب بنزوحكم لمدن أخرى رغم هذه الظروف يعني إيش شيء أفضل اللحظات بالنسبة لكم آه يعني واحد يتعلم يستفيد واللحظات الحالية لم تلقي أزمالك زملائك تلقي أصحابك ويعني تفرحي يعني وتدرسي الدراسة المهم يعني تفرح بالدراسة وال نعم طيب انت الان تعيشي بمحافظه مارب وايضا مع يعني عايشين بشقه وتروح المدرسه بس في هناك ايضا اطفال نازحين يعيشوا بالمخيمات ما يلاقوش المنتزهات ما يلاقوش المدارس ما يلاقوش يعني الماء وحاجات كثيره كيف تشوفي اوضاعهم هذول يعني واحد يستحرق عليهم يعطيهم اللقمة واحد يعطيهم المال يعطيهم الماء يعطيهم الأكل يعطيهم نعم طيب يعني أنت لو في رسالة ممكن تقوليها لي مثلا لأي مسؤول للرئيس عبد رب منصور هادي للحكومة للمنظمات الدولية إيش رسالتك؟ آه. رسالتي آه ان الاطفال يتعلمون يكونون آه يعني مثقفين يكونوا علماء يكونوا ومن ولي امرهم ان يكونوا يستمعوا آه اطفالهم ولا يدعوهم يذهبوا الى الحرب يعني يموتوا ولا شيء يكونوا يعني يستمعوا لاطفالهم ويعني استمعوا لاطفالهم ويعني هم آه مستقبل ويعني هم أطفال لا يعرفون شيء، لكن عندما واحد يبقى عالم يتثقف يعني هو يعرف كل شيء وكيف كانت أوضاعه وحالاته. طيب يا رابعة لو الآن الرئيس عبد الرب منصور هادي يسمعك ولا رئيس الحكومة معين عبد الملك، إيش رسالتك لهم؟ أنا رسالتي لهم آه يعني يعني هم يعني هم الطلاب يعني هم الحكومة يدافعوا عنها ويعملوا ويدافعوا عن الحكومة وعن أهلها وعن الأطفال الذي يعيشون في المخيم ويعيشون في المخيم وإن شاء الله بإذن الله أن يموت الميليشيات الحوثية كل الناس يرجعون لبلادهم طيب ولو قلنا رسالة لعبد الملك الحوثي عبد الملك هو أصلا الذي أسس هذا الجيش وموت الأطفال ودع الأطفال في الحرب هذا وخلي الأطفال وخلي الأطفال هؤلاء يعيشون لا يدرسوا لا يحصلوا لقمة عيش لهم إيش رسالتك له؟ رسالتي أن يرجع مثل ما اليمن تكون ويعيشوا واحدا يعيشوا يعني يد بيد يكونوا ناس مسلمين جميعهم. شكرا لك يا رابعه النضاري يا الطفله النازحه كنت معنا من محافظه مارب شكرا رابعه ومشاهدينا ننتقل الان لنقاش محورنا الثالث والاخير. لا يكاد يمر يوم دون أن يحدث في محافظة إب جريمة أو انتهاك يوميا تقريبا تحدث جرائم وانتهاكات تتنوع بين القتل والاختطاف واقتحام البيوت والمنشآت الخاصة وقطع الطريق وفرض الجبايات وإلى آخره جعلت ميليشيا الحوثي مديريات محافظة إب العشرين سجونا مفتوحة ومسارح للجريمة التي يبدو أن دماء الناس وأموالهم صارت مستباحة لكل حوثي ومتحوث حول طبيعه الوضع في محافظه اب، سيكون نقاشنا مع ضيف المحور بعد ان نتابع سويا مشاهدينا هذه الماده. يلا ادخل مع السلامه، مع السلامه، وين بلنا. مع السلامه، اعدك في المدرسه. وينك صرت؟ زينه؟ مع السلامه. جي لعندي. لا 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 اسلم على خيك من القريه يسلم عليا، دخلوها الان. لا لا سلم على اخي دخلي سلم علي عليا لا ليش 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 اخي جاي يسلم علي ليش انت ما كده كذا الله معك الله معك يا مصطفى الجابري البلطجه مش هلا خلي اخي يجي يسلم عليا عينيا لو انا شفت بلطجه تقول لي للبيت ليش تدخلها عندي يقول لك احترمي انا تجي بعدي انا معدبه ما اعرفه جالس جالس انت والاواني وال

المشاهدين تابعنا هذه المادة وهذا ربما شيء لا يكاد يذكر من الانتهاكات الكثيرة وربما هناك ما هو أفظع يحدث في محافظة إب أرحب هنا بضيفي سينضم إلينا الناشط المجتمعي السيد أحمد هزاع. سيد أحمد مساء الخير بداية. صلى الله مساك يا اخي الشهدي وجميع مشاهدي حياك الله سيد احمد طبعا يعني ليست هذه المره الاولى التي تكون ضيفي ونتحدث عن الواقع في محافظه اب تحدثنا في هذا الامر مرات في السابق وربما لم يتغير الحال بل ويذهب الى ما هو اسوا على ما نشاهده من وقائع يوميه في هذه المحافظه طبعا أخي شادي لن تكفينا هذه الحلقة أو هذه النافذة كي نتحدث عن جرائم ميليشيا الحوثي في إب ولكن استمرار قناة بلقيس بفضح جرائم ميليشيا الحوثي تشكر على هذا التغطية المستمرة ونشكر القناة ونشكر العاملين فيها ونريد أن نتحدث عن جرائم إب المستمرة منذ سبع سنوات ضد أبناء المحافظة محافظة إب محافظة تمسي على جريمة وتصبح على جريمة الدماء منتشرة في جميع المديريات باعتقادي أن إب أكثر بطشا على قيادة الحوثي تقوم بالبطش على أبناء إب بصورة مستمرة بسبب انتشار السلاح بشكل كبير كذلك يعني تحول القضاء بيد ميليشيا الحوثي استطاعت أن تسيطر على القضاء وهم الحاكمين وهم المنفذين وهم المحكمين وهم من من تقوم بكل شيء في المحافظه لذلك انتشرت الجريمه بشكل غير مسبوق عدم الخوف من العقاب عدم المساءله عدم المتابعه القت آه بدم بارد في المحافظه بصوره مستمره ان تمر من نقطه آه عاديه او نقطه عسكريه تتبع من الشرحوتي لماذا لم تتوقف او لم ترد على اي سؤال تافه من قبل عنصر من الشرحوتي لم يكمل تعليمه حتى في الصف السادس يتم يعني اطلاق الرصاص الحي عليك ويتم يعني قتلك امام اسرتك وامام اطفالك. نعم. الحوثي تعبث في محافظه اب منذ سبع سنوات، الجميع صامت عن ما تحدث ما يحدث في محافظه اب، الجميع يعني بسبب بطش الحوثي وملحقتها لابناء المحافظه اصبحت نعم. مستباحه لهذه الميليشيا طيب سيد احمد يعني هنا يعني الكثير قد يتاملون في ان ميليشيا الحوثي لا تسيطر فقط على محافظة إب هناك الكثير من المحافظات لكن لماذا الوضع في محافظة أب مختلف تماما عن البقية بمعنى الوضع وصل في السوء إلى أعلى مستوياته أخي الكريم الجرائم في جميع المحافظات ليست في محافظة فقط الجرائم في نشهد جرائم يعني نشهد جرائم بشكل متتابع لكن أحيانا نجد في هذا في العشر الأيام أو في العشرين اليوم أو في الشهر نسمع عن جريمة في صنعاء جريمة في عمران لكن إب ربما الوضع أصبح بشكل يومي اخي شادي انا باعتقادي ان صحفي ايب وناشطي ايب هم الاكثر تفاعلا والاكثر ناشرين لجرايم مليشيا الحوثي في المحافظه لذلك تجد ان إب هناك رصد مستمر لجرايم مليشيا الحوثي هناك من من ينقل جرايم مليشيا الحوثي لذلك تجد ان إب هي الاكثر نشرا لجرايم الحوثي وليس انها اكثر دمويه من المحافظه البقيه ولكن الجرائم في جميع المحافظات ولكن هناك من لا يستطيع ان يتحدث او هناك لا, لا يوجد هناك صحفيين او ناشطين يستطيعون ان ينقلوا معاناة المحافظات المتبقية لذلك إب أنا أجدها أن مثل أي محافظة سيطرت عليها مجلس الحوثي ولكن إب أكثر شيعة أبنائها يستطيعون أن ينقلون هذه المعاناة وهذه الجرائم من الحوثي هناك تقارير يتم رصدها بصورة مستمرة كل ست أشهر إلى سنة من جرائم مجلس الحوثي من اختطافات من القتل من نهب من نهب الأموال من احتلال المؤسسات لذلك صوت أبناء أب مسموع بأكثر من المحافظة المتبقية هذه بوجهة نظري قد تكون أكثر سلمية ومجلس الحوثي التي تقوم بالبطش عليهم بسبب سلميتهم ولكن في الاخير نجد ان الحوثي يعني لم تدع شيخا ولم تدع ضابطا ولم تدع اي قيادي عسكري او مدني الا وتم نهب منزله في المناطق المحتله في نعم. غير محافظه ايب تم تفجير المنازل تم ملاحقتهم فاقصى بنظري او وجهه نظري او باعتقادي انه ايب اكثر ليس اكثر جرما وانما اكثر شجاعة في نقل هذه الجرائم نعم. طيب بالنسبه للناس سيد احمد يعني كيف يتعاطى الناس مع حكم الميليشيا هناك يعني هل هناك نوع من الرفض الشعبي ام ان الصمت سيد الموقف كما تعرف إب أنها ترفض الثقافة الطائفية للميليشيا الحوثي وإب يعني أبناء إب سلميون يعني قاومت إب أول من قاومت في من أول من المحافظة الأولى اللي قاومت ميليشيا الحوثي عسكريا واستطاع المقاومة أن تصل إلى حدود مركز المدينة كذلك أول من خرجت وهتفت ضد ميليشيا الحوثي في محافظة إب خرج ملايين الناس اللي ترفض ضد ميليشيات الحوثي على سبيل المثال مثل حركه رب غير ان يعني ميشال الحوثي بسبب قوتها وبطشها وملاحقتها استطاعت ان تهدى الشارع ويعني ذهب المقاومون خارج المحافظه بسبب مشايخ المؤتمر الذين سلموا المحافظه على طبق من ذهب واصبحوا يعملون على الوشايه وعلى ملاحقه الناس وعلى الدس بهم لذلك نجد انه اب يعني ليست حاضنه ميشال الحوثي ولن يستطيعون يعني باي شيء انهم يسيطرون على ابناء اب، ابناء اب ما زالوا يقاومون في الجبهات، ما زالوا يقاتلون في معظم الجبهات لدينا الاف الشهداء ضد هذا مم. المشروع الكهنوتي الذي تحاول منشأ الحوثي ان تفرض على ابناء اب. نعم، لكن هناك ايضا تحشيد بالمقابل بين فتره واخرى، يعني الميليشيا دائما ما تقوم بعمل مهرجانات في مناسباتها المتعدده، ونجد هناك حشود كبيره في كل فعاليه، نتساءل هنا عن طبيعه هذه الحشود، هل يعني يذهبون بالاكراه ام انهم على قناعه لا لا أخي الكريم يذهبون بالقوة إذا لم يتم يعني عندما يأتي المشرف الحوثي لطلب أحد أولادك ولا تقوم بإعطائه يتم تغريمك وحبسك وتلفيق التهم أنك داعشي وأنك مع العدوان من هذه التهم أو المعلبة الجاهزة لذلك يتم تحشيد الناس بالقوة ولكن عندما نتحدث أخي شادي عن قوة الشرعية وقوة الجيش الوطني نجد أن إب يعني هم في المقدمة الصفوف هم من يمسك في مراتب ومراكز عاليه في الجيش الوطني لذلك نجد انه لا لا توجد هناك المساواه بين من يتم اخذهم بالقوه ومن يحارب ويدافع عن قضيته الوطنيه بقوه السلاح وهو مشرد هو ملاحق ولكن تجد انه ما زال يبحث عن وطن وعن يبحث عن تحرير محافظته قيادات عليا في وزاره الدفاع والجيش الوطني تجد انهم من ابناء هذه المحافظه. نعم سيد احمد ماذا عن المشايخ والوجاهات والاعيان؟ في المحافظه طبعا اخي الكريم تم تجديد تدشين تج... تج... او تدجين مشايخ ابناء المحافظه واصبحوا ادوات بيد ميليشية الحوثي كونهم كانوا تابعين للنظام السابق على عبد الصالح واستطاعوا ان ميليشيات الحوثي استطاعت ان تحتويهم وان تاخذهم وان ترهبهم وان تخوفهم لذلك تجد ان كثير من المشايخ من يرضخون بالقوه ويقومون بالعمل مع ميليشية الحوثي لانه لا يوجد هناك البديل الحقيقي كشرعيه حقيقيه تستطيع ان تستند اليها كشيخ أن تناضل أو تقاوم ضد هذه الميليشيات داخل المحافظة، لذلك تجد أن معظم المشايخ ذهبوا إلى ميليشية الحوثي بالقوة والملاحقة ورمي التهم الكثير من المشايخ استطاعوا أن ينجوا جلودهم من المحافظة واستطاعوا أن يقاوموا ميليشية الحوثي من خارج المحافظة ولكن داخل المحافظة تجد أن الكثير صامت وتحولوا معظم إلى عكفي للميليشيا الحوثي في داخل المحافظة والعمل الغير مشرف لهم كتاريخهم و واسماءهم واسماء اجدادهم تحولوا الى ناس شغالين تبع ميليشيا الحوثي نعم طيب سيد احمد هنا في الختام يعني رسائل تود توجيهها للجهات في محافظه اب ما هي ولمن اولا رسالتي الاولى لابناء المحافظه حافظوا على اولادكم ولا تربوهم الى المحارق لدى ميليشيا الحوثي، ميليشيا الحوثي ستستخدمهم كوقود حرب وسيعودوا لكم صوره حفظهم وكملوا تعليمهم في هذه الجائحه ستنتهي وسيكون اولادكم هم راس اموالكم، كذلك إن رسالتنا الشرعيه كلما تأخرت تحرير المحافظه واستمرت في احد الحوثي ستكون هناك يعني غلغله للميليشيا الحوثي طائفيا وتستطيع ان تخترق الاطفال وعمل عن طريق يعني نهج العنف والطائفيه مثل هذه الاشياء كذلك رساله المشايخ اب يعني العار ما تفعلوه بمحافظتكم الموت خير لكم من ان تحولوا الى شقات ولا اعكاف لدى ميليشيا الحوثي تذكروا من تكونوا من اباؤكم من اجدادكم وان كيف قاوموا الاماميين سابقا فكونوا لكم شرف في هذه الاشياء وذلك رسالة الثالثه الى ميليشيا الحوثي سنطردكم في من محافظة سنطردكم اليوم او غدا ولن تسقط الجرائم التي ترتكبها على ابناء المحافظه بالتقادم سنعيد هذه اليوم او غدا سننتصر وغدا ثار باذن الله وانتقاما من هذه الميليشيا الذي عاثت بهذه المحافظه الجميله الذي اصبحت دماء ابنائها تسفك ليلا ونهار نعم اشكرك جزيل الشكر الناشط المجتمعي السيد احمد الزع كنت معنا شكرا جزيلا لك مشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل الى ختام حلقه الليله اشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل ودي وهي من جميع افراد طاقم العمل حتى نلتقي في الحلقه القادمه نترككم في رعايه الله